أصدرت السلطات المختصة بولاية النيل الأبيض قرارا بإغلاق حدود الولاية للحد من انتشار كورونا، كما قررت سلطات الولاية تمديد ساعات الحظر ومنع التجمعات. إلى ذلك تنشط وسائل الإعلام بالولاية في إطلاق حملات تثقيفية للتوعية بمخاطر الفيروس ومتابعة المستجدات حول جائحة كورونا، بجانب بث مشاعل وأعمال درامية تسهم في رفع الوعي المجتمعي بخطورة الجائحة. مع قدوم شهر رمضان المبارك وتجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا حاجز 170 حالة في السودان، بدأت إذاعة ولاية النيل الأبيض إطلاق برمجة تعنى برفع الوعي بمخاطر الفيروس من خلال برامج ونشرات متخصصة خدمة لمستمعيها ووقاية من الجائحة. برامج خاصة لنشرة كورونا، وبرضو عمل الدراما لنشرة كورونا، وبرضو عملنا مشاعل لنشرة كورونا. دي كلها طبعا اغلبيتها اشتغلت الجانب الفني، المدير بوجه الجانب الفني كاداره تنفيذ، احنا بنشتغل الحاجات دي والحمد لله. يعني الناس لقت قبول في 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 الدرامات اللي اشتغلناها. يعني اي زول يلاقيك يقول لك انا سمعت في اذاعه النيل الابيض انه في كورونا جايه وكورونا وكورونا وكورونا. احنا الاحترازات التي وجهت بها وزارة الصحة للحماية من فيروس كورونا الفتاك حتى تمر هذه الأزمة بسلام، وحتى تعود الحياة إلى عافيتها، وحتى نعود معافين كما كنا من قبل. وتوزعت برامج الشهر الكريم بإذاعة النيل الأبيض بين الروحانيات والتراثيات، بجانب جرعات ترفيهية وسياسية وأخرى تناقش التدابير الاحترازية للوقاية من مخاطر الجائحة. خاصة الإذاعة كذلك نشرة خاصة متخصصة باسم نشرة كورونا، تحتوي على التقارير الإخبارية المسجلة والاستطلاعات وآخر الأخبار على المستوى القومي وكذلك المستوى المحلي والمستوى العالمي، تتابع من خلاله تداعيات فيروس كورونا المحتمل. فهنا وإلى جانب الإذاعة يسعى متطوعون من خلال حملات ميدانية إلى رفع الوعي بمخاطر الجائحة، وذلك عبر وسائل اتصال متنقلة، بجانب تثبيت ملصقات تثقيفية في الساحات والشوارع العامة، جهود قد تسهم في التقليل من خطر الفيروس. مع تزايد معدلات الإصابة بالجائحة على مستوى السودان، أصدرت ولاية النيل الأبيض قرارا قضى بإغلاق الحدود والأسواق وزيادة ساعات الحظر لتبدأ من الرابعة عصرا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، قرارات قد تسهم في خفض معدلات الإصابة. صديق السيد البشير، الشروق، ولاية النيل الأبيض. Of course,